انت ايه النظام الغذائي اللي مشيتي عليه بقى يا اسم؟ انا نظامي في الاول كان غلط. انا قعدت فتره لحد ما فهمت، قعدت فتره لحد ما دخلت دورت وعملت سيرش على النت واتعلمت بقى فعلا الموضوع بيمشي ازاي. الاول كنت الموضوع بالنسبه لي انا مش عايزه اتحرم الاكل اللي انا بحبه، يعني انا واحده مثلا كانت بتفطر مولتو وحاجات من السوبر ماركت او كده، انا عايزه اكل نفس الكلام ده بس قللت الكميه، يعني بقيت اكل نفس اللي باكله بالظبط بس نص الكميه الصبح والظهر وبالليل برده نفس الاكل بالظبط، مفيش اي اختلاف بس مقلله الكميه بتاعته. دخلت بقى على النت ودورت وفهمت بقى الموضوع بيبقى ازاي، وبدات بقى اللي هو اكل بقى اكل صحي، يعني هبطل الاكل الغلط اللي انا كنت باكله خالص واكل اكل صحي. ما رحتش لدكاتره خالص، يعني المره اللي خسيت فيها فعلا بقى اللي بدات مع نفسي فيها ما رحتش ولا دكتور ولا بقى حاولت اخد ادويه او اشوف الحاجات اللي انا كنت عايزاها في الاول تخليني اخس بسرعه. 50 كيلو في سنه في 12 شهر؟ لا 50 كيلو في سنه وثلاث شهور. في سنه وثلاث شهور انا بدات 15 شهر. بدات 8/2016 ووصلت حوالي 67 كيلو كان في شهر 11/2017. لعبت رياضه؟ لعبت رياضه. جبت في البيت اصلا تريد ميل، وجبت حبل عشان انط الحبل، وجبت دامبلز عشان اشيل الاوزان واعمل تمارين وكده، وبقيت في الصيف عند مامتي هناك. واختك بتساعدك اكيد؟ اختي اصلا من عشاق الجيم والرياضه، ولو اختخنت شويه يعني احنا كنا عكس بعض تماما اصلا، هي طول عمرها بتحافظ على نفسها وانا بحافظ على الوطن. معلش دلوقتي اكلك ازاي يا اسماء؟ دلوقتي باكل في الفتره اللي انا فيها دلوقتي دي باكل الاكل الصحي، برضو باكل اكل صحي وببوظ في الاكل شويه. هو ايه بقى يعني الاكل الصحي؟ انا بعمل اكلي في البيت، ما باكلش من بره عشان اغلب الاكل بره اصلا بيبقى فيه دهون وكده. بفطر الصبح مثلا في كذا حاجه، بس اكتر حاجه انا بحب بفطر بيها مثلا شوفان ولبن خالي الدسم، بقطع على الشوفان فاكهه، ممكن عسل برضو، ممكن في يوم تاني اكل مثلا بيض وتوست، يعني عادي. اهم حاجه الاكل نفسه يبقى صحي. في الغداء باكل عادي، ممكن بروتين بقى فراخ او لحمه او سمك بس يبقى مشوي او مسلوق، وممكن اكل معاه رز او مكرونه. طبق السلطه ده لازم اساسي موجود. رز اربع معالق ولا لا؟ أقل. دلوقتي بصراحه لا، دلوقتي باكل 8 معالي. بس انا دلوقتي يعني مش عايزه اخس، انا دلوقتي انت وجبه مشبعه وانت ثابته على وزنك. بحاول احافظ على وزني وفي نفس الوقت عشان ايه ما تبقيش محرومه مع الجيم. بنزل برده جيم، بنزل 4 ايام في الاسبوع. والعشاء؟ العشاء ما بتعشاش تقريبا، بس باكل فاكهه وزبادي، يعني مش عشاء اللي هو اكل اكل، يعني ممكن اكل فاكهه اكل. طب في الفتره الاولى لما كنت بتجوعي قوي كنت بتعملي ايه؟ كنت بعيط. حبيبتي والله كنت بعيط. اشتكي ربنا. لا اول فتره دي كانت صعبه قوي، يعني كان فعلا حرفيا الجوع بيخليني اعيط، لان انا معدتي واسعه قوي ومفروض اكل حاجات قليله مهما كان كتير. ازاي بتمنعي نفسك انك تروحي للثلاجه؟ ماما كانت قافلها بمفتاح وتمديها لها المفتاح بتاعها. ده بجد والله. انا عارفه ان الثلاجه دي بيت الشرور في المنزل، يعني او مركز الشرور. والله بيت الشرور الاخوات مش الثلاجه. الاخوات؟ والله، يعني مثلا انا بقى قاعده ومموته نفسي جري وبتاع واخرج الاقي البيتزا محطوطه، طب انتوا عايزين تعملوا في ايه؟ ده احباط جامد جدا زي ما كنت صاحبك كده. بس هم كانوا بيساعدوني. بس لا قولي لي، انت خليتي مامتك تقفل الثلاجه بالمفتاح واديتيها المفتاح؟ لان فتره بالليل دي كانت بتبقى اصعب فتره. اكيد هو الشيطان عمال يلعب في عقلي وانا قاعده مثلا سهرانه زهقانه بذاكر، عندي حاجه مسلسل بتفرج عليه طبعا عايزه حاجه تسليني بتاع، فكان دايما يجي لي بقى ايه تفكير وحش كده اللي هو ايه بوظ النهارده وابدا من بكره. صح. مش مشكله. انا حرفيا بدات دايت في شهر 8 ما بوظتش ولا يوم لحد سنه وثلاث شهور، غير في اللي هي الايام اللي انا اصلا باخد فيها حاجه فري مثلا يعني موجوده اصلا صحيا، يعني حاجه كويسه ان انا اكثر في وجبه كده. انت الاكل ما بيبقاش متاح طول الوقت، ده ساعدك ان انت تستمري؟ هو على فكره لا، كان هو انا بس عايزه اقول حاجه ان الموضوع فعلا اراده، مش ناس ومش اكل ومش اي حاجه. انا كنت بتعزم مثلا في عزومات القرايب في رمضان او طبعا عند بيت جدتي، دي كانت بتعمل محاشي حاجات كلها تودي في داهيه، وكان كله بيبقى موجود حواليا وبياكل. احنا اصلا يعني عيلتنا عموما عندها
تاريخ وراثي ميل شوية. ميل للسمنه مش ميل، احنا في ناس يعني في ناس يقربوا لوالدتي كان بتوصل معاهم المرحله ان هم يعني ما بيقدروش يمشوا بيتشالوا الكرسي وكده، فطبعا كان ده حاجه بتخوفني جدا طول الوقت، بفكر ان انا ممكن لما اكبر ابقى كده، او يعني كنت بخاف من النقطه دي جدا، كنت ممكن اقعد على اخر السفره انا معايا طبق تونه وعليه سلطه وهم ريحه الاكل اصلا مموتاني، يعني قاعدين بياكلوا اكل فظيع وانا باكل تونه على سلطه. هما دايما بيقولوا اللي داخل على ريجيم بجد في الفتره الاولى على الاقل ينعزل، يعني ما يقبلش عزومات، لا يعزم ولا يتعزم لحد ما يعني يتخطى المرحله الصعبه. ده اللي انا عملته، عشان ما بقاش فيه تمتيشن، ما بقاش فيه اغراء. ده اللي انا عملته في الاول، انا فعلا ما كنتش بشوف حد، الناس صحابي مثلا هننزل يلا، لا يا جماعه معلش مش هنزل معاكم، مش عايزه ادي لنفسي فرصه اصلا ان انا اضعف، مش عايزه ادي لنفسي فرصه ان انا ابص للي حواليا واحس لا ما هو ما حدش بقى احسن مني ما اكل ما هم بياكلوا. اصلا انا برضو عندي نفس مشكله وائل، ان انا صحابي رفيعين واكيله واكيله جدا ما شاء الله، يعني ممكن ياكلوا نفس اللي انا باكله وهما ما يبانش عليهم، فانا طب انا هفضل بقى كده، انا واحده خلاص عارفه نفسي وراضيه بقضاء ربنا ان انا عندي قابليه للسمنه، هتعامل بقى على الاساس ده، مش هتعامل زي الانسان الرفيع اللي حرقه عالي جدا كل واحد بيشوف امكانياته الجسديه والصحيه. بالظبط.